السلام عليك عزيزي المشاهد، كيف حالك وامل ان تكون بخير. عزيزي المشاهد، اليوم سنتحدث عن شيء يحبه اغلبنا، ليس المال، ويدمن عليه اخرون، ليس الذي تفكر فيه. بجدية، لقد وردتني اليوم معلومات خطيرة جدا عن لعبة يعشقها اغلبنا ويدمن عليها، هي لعبة فري فاير. من لا يعرف فري فاير هي من العاب الباتل رويال مثل فورتنايت، ببجي، ومن لا يعرف هذه الألعاب فهو بصراحة يعيش في كوكب آخر، لكن لحسن حظك أنت في الفيديو الصحيح. هذه الألعاب هي عبارة عن عدة لاعبين، أو بالأحرى 50 لاعب، ينزلون من فوق طائرة في جزيرة مهجورة، ويجب عليهم جمع الموارد سواء أسلحة وخوذة وطاقة، ويقتلون بعضهم. يجب أن يفوز لاعب واحد في الآخر. هي لعبة دموية، وكأن عالمنا العربي ينقصه دماء. نشرت في الآونة الأخيرة بعض التحليلات لمحللين وصانعي المحتوى تحدثوا فيها عن هذه اللعبة، وبخصوص عن أمر أثار ريبتهم وشكوكهم حيال هذه اللعبة، إذ لاحظوا أن بعض شخصيات هذه اللعبة قد سميت بأسماء أنبياء، كشخصية يوسف تيمنا بسيدنا يوسف، وشخصية آدم تيمنا بسيدنا آدم، وشخصية حواء تيمنا بشخصية أمنا حواء. ولا يكفيهم أنهم سموها بأسماء أنبياء، أنا أتحدث هنا عن مطورين هذه اللعبة، من قلة الأسماء لم يجدوا سوى أسماء أنبياء. فوق هذا، وضعوا هذه الشخصيات كشخصيات ضعيفة ولا فائدة منها في هذه اللعبة. في المقابل هنالك شخصيات هي الأقوى والأغلى ثمنا، وضعوها تيمنا برموز شيطانية ويهودية. أمر غريب. ليس هذا فقط، بل توجد سفينة في الماء داخل هذه اللعبة، قد وجدت بعد آخر تحديث لهذه اللعبة. هذه السفينة مشابهة بنسبة 100% لسفينة سيدنا نوح التي وردت في القرآن. والغريب، إن كانت هذه صدفة فوالله إنها لمن أعظم الصدف التي وجدت. فوق كل هذا، أغلبنا ما زال يلعبها ويدمن عليها ويصرف نقود لشراء ملابس لشخصيات داخل هذه اللعبة. وصدقوني، الملابس التي تنفق على شراء ملابس لهذه الشخصية داخل هذه اللعبة تشتري له أفضل الملابس في الواقع. فكروا، فكروا بعقولكم، هرجوكم. بما أننا ذكرنا النقود التي تنفق على هذه اللعبة، هذه اللعبة حققت سنة 2019 إيرادات أرباح صافية بقيمة مليار دولار. وهل تتصورون أغلب هذه الأرباح من أين أتت؟ أمريكا؟ لا طبعا، أوروبا. وناس متحضرون، كيف هذا؟ أتت من عالمنا العربي خصوصا والإسلامية عموما، لأننا في واقع الأمر نحن الحمقى. نحن الحمقى، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه الحقيقة يجب علينا أن نسعى لتغييرها. حسب ما أتذكر أنها في نفس السنة قفزت إلى المرتبة الأولى عالميا كأفضل لعبة شعبية بأكثر من 500 مليون تنزيل لها إثر تصويت لمتجر جوجل بلاي. وتتصورون أين حدثت أغلب هذه التنزيلات؟ في أمريكا؟ طبعا لا. في أوروبا؟ أكيد لا، بل عندنا في عالمنا العربي. أرأيتم هذه المصيبة؟ يجب علينا أن نستغل كوننا أكبر سوق لهذه اللعبة. يجب علينا أن نقاطعها فترة من الزمن لإجبار هذه الشركة على حذف كل إساءات واستفزازات لديننا الإسلامي. هذا حق الإسلام علينا كمسلمين. جميعنا أغلبنا نعرف قصة ببجي والتنزيل الأخير الذي أصبح لكي تأخذ شيء طاقة أو شيء يجب عليك أن تركع أمام تمثال. عندها كل إنسان مسلم يغار على دينه ويحب دينه قام بفسخ تلك اللعبة من جواله، وشيوخ الإسلام لم يقصروا، منعوا تلك اللعبة وحرموها. عندها اضطرت الشركة على الاعتذار وفسخ ذلك التحديث المهين والمستفز. بالطبع لم تفعل ذلك لأننا كعرب وسيمين، أو لأنها تحترم مشاعرنا الإسلامية وأنها تحترم الأديان، بل فعلت ذلك لأننا سوق كبيرة ومصدر ربح كبير. لذلك يجب علينا كمحبي فري فاير أن نقاطعها بعض الوقت ونفسخها من هواتفنا بعض الوقت، لنجبر الشركة أولا على الاعتذار، ثانيا على فسخ تلك الاستفزازات الدينية في هذه اللعبة. ربما منكم من سيشتمني، ومن لم يشتمني سيقول لي هذا استاهل 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 استاهل. لكن من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. ارجوك عزيزي المشاهد ان تجتهد وتصب. فقط وصلنا لنهاية هذا الفيديو، امل منكم ان تدعموني باعجاب واشتراك ان لم يعجبكم الحلقة او حصل لكم بعض
تحفظات على هذه الحلقة، آمل أن تعطوني لايك واشتراك تقديرا لمجهوداتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصدر رزق كبير لهذه الشركات. نعم.